كوكو، صباح الخير البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. انا الفيديو ديال اليوم غيلقاكم في احسن الاحوال. المهم انا يلا فقت فوالا كوم دابيتود جو في بروندر اون تاس دو كافي. كنقول لكم خليكم معايا حتى اخر الفيديو، غادي نبارطاجيو معكم فيه كذلك الروتين ديال اليوم اللي غادي ندير فيه من اولو اخره. فكيف العاده غادي يكون ان انترينمون، بار لا سويت اون فيرا سكون فا فير pour le reste de la journée. مهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. المهم البنات، كيف ما عارفين راه انا صراحه ما كنحتاجش ندير سميتو، الزغبه ديال شعري راها ليس، ما كنحتاجش يعني ندير معاها مجهود، سيرتو لا غاسين راه انا ما كنقربش ليها، غير لي بوينت بحال هكا هاد لي بوينت لي مصبوغين، فانا كنحاول شويه نقادهم بيسكو فينالمون غادي نخرج. فانا معروضه الغدا دونك دوكو غير غادي جو فير فيت، ريان دو سبيسيال، يعني غير غدا بيناتنا حنايا العائلة، فيعني ما غاداش انا عند البراني، سي مون فخيغ اي سا فام كي نوز انفيت ا مونجي، دونك فوالا غير جو دون ان بو دو فوليم باسكو انا شعري دائما طايح، جيساي دو واخا انا يا شعري غير كيضرب فيه البرد و تيهبط، يعني ميم كون جيساي دو فيها لي بو هكايا شوية راه غير تنخرج تيضرب فيه البرد و تيطيح، دونك جو فيها غابيدمون سا و بي فوالا هذا مكان.
مهم بنات راني بريت وصراحة بالنسبة لهاد لابتيت سورتي رابيد فأنا جو سوي ليجير افيك ان فيتمون ريلاكس ان بونطالون سبور اي فوالا دي باسكيت اي اون بتيت شوميز فوالا هذا مكان مهم غادي نبارطاجي معكم لي ديتاي ديال هاد الخرجه ديال اليوم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك لا فيديو وكذلك سبسكرايب للقناه اي ا تري بيانتو دون اون نوفيل اوتر فيديو. دونك بطبيعه الحال البنات هنايا فانا الماركت هي الاولى طبيعه الحال فاش كتكون غادي عند شي حد واخا يعني كيكون قريب فعادي ما الواحد ما خصوش يدخل بيدي خاويه مهم انا ما كنقدرش ندخل بيدي خاويه. فدست الماركت خديت شي حاجه بسيطه ديال الديسير وهذا مكان ومن بعد شدينا الطريق فخديت انايا لو ديسير كوم دابيتود لا سيزون هادي ديال الدلع فباقي كاين الدلع في السوق كذلك فوالا لي فخوي دو سيزون اللي كانوا موجوده في السوق كنظن خدينا شويه ديال الدلع برقوق و شويه كذلك ديال البنان ديال لي زانانا وشويه ديال المشروبات وصافي هذا المكان. ومن بعد شدينا الطريق صراحه كان الجو مشمش زوين وهذا مكان مهم دوزنا لقيتها زوينه كان كذلك غدا زوين لانه لقيت الشلاضه اللي انا كنبغيها فاش وصلت وهذا المكان في هذا الفيديو هذا فكنتمنى انه يكون عجبكم هذا الفلوق صراحه ما كنتش معوله عليه ومنين عرفت راسي غادي نخرج فقلت غادي نصور لكم في نفس الوقت ونبارطاجي معكم هذه الاوقات الممتعه اللي دوزتيهم وهذا مكان مهم كنتمنى ان الفلوق القصير يكون عجبكم ما تنساوش لايك وكذلك اشتراك بالقناه وعلاش لا التعاليق ديالكم محفزه كيف العذار انا كنقراها كامله وكنقول لكم كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في فيديو او فلوق مقبل ان شاء الله.
Donc les filles, c'était tout pour ce mini vlog d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Gros bisous, bye.